ينضم إلي من الناصرة الخبير في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين. أهلا بك سيد إيهاب. يعني كل الإشارات التي ترسلها اليوم واشنطن باتجاه نتنياهو تفيد بأن هذا الرجل انتهى سياسيا، لكن السؤال الأكبر اليوم، ما الذي يريد نتنياهو تحقيقه قبل توقيع ربما السطر الأخير من هذه النهاية السياسية؟ سؤال جميل، تحياتي، صباح الخير. صباح الخير عليكم. يعني يقول ميكافيلي في كتابه الأمير أنه إذا احتللت مدينة حرة ولم تهدمها فوق رؤوس أهلها فأنت لن تكون قد حكمت على نفسك بالهزيمة، بل ويضيف أنه يجب أن تشتت أهلها ويجب أن تفرقهم ويجب أن تزرع الفتنة بينهم. ومن أكثر ميكافيلية في عصرنا من بنيامين نتنياهو ومن شخص بنيامين نتنياهو ونرجسيته؟ باعتقادي أن بنيامين نتنياهو كان ربما على مدار سنوات كثيرة، 14 عام كثير، كان يحاول أن وربما حتى بمقدار معين، يعني يمكن نقول بحق أنه هو وشمعون بيرس كان لهما القدر الأكبر في وضع بصمتهما على خارطة إسرائيل من ناحية موضوعية، يعني إذا أردنا نتحدث من ناحية موضوعية، وأراد أن ينهي حياته السياسية في داخل كتب التاريخ، لكنه بات واضحا جدا أنه سوف ينهيها في مكان آخر من التاريخ. وبالتالي ذات الشخص الذي قاد منطقة أو الذي قاد عفوا إسرائيل في أزمة قيادة على مدار 5 سنوات، ما الذي سوف لكي ينجو من الملفات القضائية، ما الذي سوف يمنعه من أن يأخذ إسرائيل بأزمة أمنية بل إقليمية إن شئنا، فقط لكي ينجو مما ينتظره في نهاية هذا الملف؟ صحيح، هذا هو وهو باعتقادي ربما ما تنظر يعني. إليه الحليفة واشنطن بالكثير من الشك. يعني آخر التحليلات تتحدث عن أن هذا الرجل يعني انتحاري سياسيا إن صح التعبير، كونه يذهب في قطاع غزة باحثا فقط عن إرث له يذكر فيه في المستقبل، بدلا من الإرث الذي يعني فعلته إن صح التعبير حماس والقسام في 7 أكتوبر. بل قل إن شئت وفعل كود حنيبال على إسرائيل، هذا ما يقوم به فعليا بنيامين نتنياهو في هذه الأيام. ولهذا السبب الحجيج من قبل الولايات المتحدة هو لكي تحمي إسرائيل من نفسها، لكي تحمي إسرائيل من بنيامين نتنياهو وتهور بنيامين نتنياهو، هذا ما يقوم به. يجب أن نتذكر قبل عام تحديدا من اليوم كانت هنالك انتخابات في إسرائيل التي أفرزت هذه الحكومة، ومنذ ذلك اليوم واشنطن كانت تحاول أن تلعب دور الوسيط لكي تأتي بحكومة أكثر انسجاما معها. بنيامين نتنياهو أصر على موقفه في الأول من يناير، شكل حكومته الأكثر يمينية وتطرفا وفاشية في تاريخ إسرائيل. واشنطن ربما أخذت منه موقف مغاير، عاد إلى علاقات الولايات المتحدة وإسرائيل إلى علاقات فترة ريغان إن شئنا، ولكن يعني كانت ربما يعني تجاوزت عن هذا كله بالنسبة إليها. ولكن ما حصل في 7 أكتوبر دمر ونسف كل هذا ووضعه جانبا، وبدأت هنالك يعني نوع من المحاسبة والمعاتبة الحقيقية، ليس ما كان ما مثل ما كان من قبل، بل هناك توجه لي أصابع اتهام أنه هو ما آلت به هذه الموائل، لأنه في نهاية المطاف على مدى 14 عام لم يخضع جيش إسرائيل بسبب سياساته، لم يخضع جيش الاحتلال إلى أي يعني حرب حقيقية، إلى أي تجربة حقيقية، فقط لأنه أراد أمر واحد، أراد أن يقزم القضية الفلسطينية. وفي حال يعني خضع أو أخذ القضية الفلسطينية في داخل صراع كهذا أو كآخر كان سوف يعطيها الكثير من الزخم. لهذا السبب كانت سياسته أن يحافظ على توتر متواتر لا تصعيد. كلما رأيناه يعني في ال14 عام الأخيرة لم يكن هنالك أي تصعيد، بل أكثر من ذلك، حتى مناوراته مع إيران كانت مجرد مناورات في المنطقة الرمادية استخباراتية إعلامية، لكن لم تكن بأي شكل من الأشكال، يعني الكل يشكك الآن إذا كان مستعدا أصلا أن يواجهها أو كان يقصد مواجهتها في ظل أنه صحيح. كان يريد أن يمركز إسرائيل في داخل أوصف. طيب فبالتالي سيد إيهاب، يعني هذه لو سمحت لي، أنت تتحدث عن رجل انتهت صلاحيته السياسية إن صح التعبير، يعني تقول يعني تستعرض كل ما فعله خلال الأسابيع الماضية وحتى خلال العامين الماضيين،
والرأي العام الإسرائيلي يحمله بدرجة كبيرة وفق كثير من التحليلات مسؤولية ما حدث منذ السابع أو ما حدث يوم السابع من أكتوبر. هل تعتقد أن هنالك بوادر أو إشارات لمطالبة جدية بإقالة هذا الرجل، باستقالته وتسلم آخر ربما سدة الحكم في هذا الوقت العصيب بالنسبة للإسرائيليين؟ يعني عدة عوامل، بداية موقف واشنطن جدا واضح، ويمكن أن نقول أن ما جاء على لسان صحيفة بوليتيكو بأن هنالك في المحادثة الأخيرة ما بينه وما بين بايدن أوضح له بأنه أيامه السياسية باتت معدودة. هذا الجانب الأول، موقف الإدارة الأمريكية أنا باعتقادي جدا واضح. الآن ماذا يجري في داخل الشارع الإسرائيلي؟ 76% وفق استطلاع لقناة 13 يعني يشيدون بأنه على بنيامين نتنياهو أن إما أن يستقيل الآن أو إما في نهاية هذه المرحلة يتوجب عليه الاستقالة من الحياة السياسية، بل حتى يعني 28% يرون به أنه يلائم وملائم لأن يقود إسرائيل لمرحلة أخرى، يعني وهذا أدنى المستويات التي حصل عليها بنيامين نتنياهو أمام منافسيه على مدار حتى من سنوات التسعين 96 عندما كان رئيسا للحكومة. لكن هل هناك وبالتالي ما يجبره الشارع على كذلك هو الاستجابة لكل هذه الضغوط سيد إيهاب؟ هذا هو في نهاية المطاف. باعتقادي أن البوادر الحقيقية، يعني نحن وضعنا الضغوطات، البوادر الحقيقية تأتي من قبل الدولة العميقة. هنالك في داخل الغرف المغلقة واضح جدا أن هنالك الكثير من النقاش والكثير من الزخم والكثير من اللبس الذي نرى أعراضه على يعني مجريات المعركة وأرض الميدان في نهاية المطاف. ولماذا هذا؟ التغريدة التي نشرها بنيامين نتنياهو في قبل 4 أو 5 أيام يجب الوقوف عندها، وبعدها مساحة يجب الوقوف عندها كثيرا باعتقادي، لأن هنالك وجه إصبع الاتهام بشكل مباشر للشباك، وهذه نقطة مهمة جدا، أنه بكلمات أخرى يشعر بتهديد حقيقي من قبل هذا الجهاز، بل أكثر من ذلك يمكن القول هو ما حاول أن يقوم به تماما كالذي قام به في على مدار 10 أشهر مع الجهاز القضائي، لأنه لديه ملفات في داخل الجهاز القضائي حاول أن يضع كل الجهاز القضائي في خانه الشك ليسحب منه الشرعيه، وبالتالي اي قرار يصدر عنه هو غير شرعي، وقطعا القرارات التي تقصد بنيامين نتنياهو. كذلك حاول باعتقادي القيام بذات الشيء مع الشباك بكل ما يخص هذه الاشكاليه في مثل هذه التغريدات وغيرها من الامور التي يعني، وكان هنالك كذلك اشكاليه اخرى او مشاعه معينه في داخل الاعلام الاسرائيلي التي بادر اليها الشباك ضد حكومه بنيامين نتنياهو. واضح جدا ان الشباك يلعب لعبه معينه ضد هذه الحكومه وضد شخص بنيامين نتنياهو للمحاوله للاطاحه به، وباعتقاد ان في نهايه المطاف نعم على اسرائيل ان تقرر بمن تريد يعني وفق استراتيجيتها ان تطيح اولا بحماس ام بشخص بنيامين نتنياهو. ياتي اولمرت ويجيب على هذا السؤال يوم امس ويقول بصريح العباره، لكي نستطيع ان نستمر في مسيرتنا العسكريه علينا ان نقيل هذا الرباط، ربان هذه السفينة، هو غير صالح نهائيا لكي يقود هذه المسيرة، هو غير هو فاسد وفاشل في ذات الوقت. وبالتالي أظن أن هناك الكثير من الضغوطات من داخل الشارع الإسرائيلي وبالذات مثل هذه المناظر، أنه في نهاية المطاف لا يوجد أي أهداف ملموسة على أرض الميدان بالذات من كل ما يخص التوغل البري. التوغل البري كذلك بالمناسبة هو فخ ومطب وضعه به طيب، لكن يعني قبل أن ندخل أكثر في يعني في تحليل مجريات المعركة، هل نتحدث نحن عن أيام، عن أسابيع قبل أن يقال أو يستقيل نتنياهو ضمن كل هذه الضغوط التي تذكرها سيد إيهاب، الداخلية والخارجية؟ أمر واحد، يعني إذا أضفنا كذلك ضغط عائلات ذوي الأسرى بالتأكيد أمر واحد يمكن أن يكون جيم تشينجر في كل هذه اللعبة، الخسائر التي تتكبدها إسرائيل في داخل هذه الحرب. وأنا لا أتحدث عن الخسائر المادية، أنا أتحدث عن الخسائر البشرية. يمكن لإسرائيل أن تتحمل أي شيء لكنها لا تستطيع أن تتحمل صور الجنود المحملون في داخل الأكفان، هذه يعني بالنسبة إليها هو خط أحمر. إلى أي مدى يمكن للشارع الإسرائيلي أن يتحمل مثل هذه الصور؟ هذا هو السؤال الأهم، ولا يمكن القول أنه يعني هو تحمل مقدار يعني لديه أرقام قياسية، فبالتالي بضع العشرات لن تؤثر، بل ستؤثر كثيرا. نلاحظ نقطة مهمة جدا، في السابع من أكتوبر تم تقزيم
كل الضباط العسكري وضوء كل يعني حتى عدد القتلى من الجنود، لا احد يتحدث عنه، الكل يتحدث عن المدنيين، الضحايا المدنيين. وبالتالي هذه هي الاشكاليه والمطب الحقيقي في داخل الشارع الاسرائيلي، هو عدد القتلى التي ممكن ان يتحمله الشارع الاسرائيلي باعتقاده هو محدود، وبالذات في هذه الوتيره في الايام الثلاثه الاربعه الاولى من التوغل البري. يعني هذا كله يمكن أن يشكل الكثير من الضغط على بنيامين نتنياهو أن يحرك الشارع بشكل حقيقي ضد شخص بنيامين نتنياهو. الاستطلاعات واضحة جدا، الشرعية التي اكتسبها بنيامين نتنياهو في الأسبوع الأول إذا رسمنا ذلك بالدياجراما بدأت يعني تكتسح بشكل حقيقي ومباشر نحو الأسفل. فبالتالي في ظل كل هذه المعضلة أنا باعتقادي أن يعني هذا هو المعطى، المعطى هو عدد القتلى في داخل صفوف الجيش. وهو بالتأكيد ما سيحكم يعني مسألة بقاء نتنياهو بالحكم ولأي مدة كما قلت. وعندما نتحدث عن ذهاب نتنياهو، هل هنالك حيرة في البديل في الخليفة أم أن بني جانتس جاهز وهنالك إجماع عليه؟ نعم صحيح جدا، يعني هذا حتى في الاستطلاعات هذا واضح جدا. بداية هناك الكثير من الأمور، لماذا بيني جانس؟ حتى من قبل هذه الإشكالية ومن قبل 7 أكتوبر كان هنالك نوع من الإجماع على شخص بيني جانس، وكأنه هو الشخص الذي استطاع أن يجمع ما بين القطبين المتضادين آنذاك في كل ما يخص التعديلات القضائية. هذه من جهة، من جهة ثانية وكذلك والأهم، وجهة الشارع الإسرائيلي الآن إذا أراد أن يرمم كل الهيبة، هيبة الردع التي انكسرت، وجهته نحو حكومة الجنرالات، وهذه النقطة يجب أن نضع خطين حمر. آخر حكومة جنرالات حكمت إسرائيل كانت في عام 2006 حكومة أرييل شارون. منذ ذلك الحين حتى كفاءة أعضاء الكنيست بدأت بالتدني بشكل رهيب، يعني أن العسكريون بدأوا يخرجون نحو القطاع الخاص ولا يدخلون إلى عالم السياسة، وبالتالي من كان في داخل القطاع الخاص وحتى في القطاع العام بدأ يدخل إلى عالم السياسة. وبهذا المقياس ممكن القول أن في 20 عام الأخير مستوى أعضاء الكنيسة بدأ بالتدني كثيرا، وهي ربما استراتيجية حاول أن يحافظ عليها بنيامين نتنياهو بالمناسبة لكي لا يكون هنالك شخص أهم منه في داخل الكنيسة. وبالتالي ومن هذا المنطلق أنا باعتقادي أن وجهة الكنيسة القادمة يعني حتى لو استقال بنيامين نتنياهو بالمناسبه يمكن للكنيست ان تشكل حكومه من الكنيست الحاليه، هي ليست بحاجه للذهاب لانتخابات، ولكن الانتخابات المقبله سوف تفرز عن حكومه يعني او على الاقل عن دخول الكثير من الساسه العسكريون نحو المشهد السياسي في داخل اسرائيل، ومنه يمكن ان تنضفق كذلك حكومه اكثر عسكريه. أكثر عسكرية لا يعني أنها أقل تطرفا، أليس كذلك سيد إيهاب؟ أبدا أبدا، بل على العكس، هي نقطة مهمة جدا. هذه المجازر التي يقوم بها الآن الطيارون، ملاحظهم ذاتهم الذين كانوا يقفون على في كابلان وفي داخل تل أبيب ومظاهرات تل أبيب ويزاودون وينظرون على الديمقراطية التي سلبت منهم هم ذات الطيارون. بل يعني نحن شاهدنا بعض من الأشرطة الذين قالت فيهم إحدى الطيارات بأنها يعني هي لديها مشكلة وإشكالية بمن يعطيها الأمر لأن تطلق يدها على الزنان. وبالتالي هي يعني ذات الطيارون وذات الإيديولوجيا، لاحظ كيف تتعسر أمام هذا المشهد، فما بالك عندما يكون لديها حكومة أكثر انسجاما مع روحهم. وبالتالي واضح جدا يعني نحن نقول هي مشكلة إشكالية في المشهد الإسرائيلي الخاص ولا تعني إطلاقا أي شيء بالنسبة للمشهد الفلسطيني، بل يمكن أن نقول كذا يعني لكي نوضح الصورة بشكل أضر. سوف يحاولون أن يعني الإطاحة بحماس هي مشروع يعني في نهاية المطاف في المشهد الإسرائيلي، بس السؤال الذي يطرح الآن هو ما يعني ما قلته قبل آنفا، بمن الإطاحة أولا، بحماس أم بشخص بنيامين نتنياهو؟ هذا القرار الذي يجب أن تتخذه، وإذا تم الإطاحة ببنيامين نتنياهو سوف يتفرغون لحماس بعد ذلك. ولكن هنالك ضريبة يتوجب عليها أن تدفعها إسرائيل بالمناسبة، يعني خلال حتى تلك المسيرة هنالك ضريبة يجب عليها أن تدفعها للولايات المتحدة وللإدارة الأمريكية التي أشارت في أكثر من مرة أن ما كان ما قبل السادس من السابع من أكتوبر لن يكون كما هو عليه ما بعد السابع من أكتوبر. أي بكلمات أخرى هنالك سوف يكون توجه حقيقي لمحاولة التوجه إلى حل الدولتين، ولكن هو مقرون
بهيبة الردع وبقوة الردع الإسرائيلية. أنا باعتقادي على المدى القصير سوف تحاول إسرائيل أن يعني هي ما بين سؤال يجب أن تجيب عليه، يعني ما تريد أن تحققه في المدى القصير هو إما عدم قدرة حماس على إطلاق الصواريخ أو عدم إرادتها على إطلاق الصواريخ، يعني كلاهما يختلف، الأولى هي مادية والأخرى هي يعني صحيح. من ناحية قدرات ولوجستية.